عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستحين. هنا ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام على انطلاق يتواصل، وتحيتنا مستمرة دائما متجددة في هذا الميدان، حيث انطلق شوطنا الخامس وبداية الجولة الثانية للمحليات الأصايل. انطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعايته وتوفيق 12 اسما مشاركا باحثا عن الناموس ومنطلقا في هذا المسار. مباشرة نسيل للمقدمة في هذه اللحظات وفي هذا المسار. القادمة هناك الساعي عبيد بن علي بن سويدان المنصوري يقدم لنا الساعي رعم اياس، بينما امواج خذت المركز الثاني. اسهيل بن سالم بن اسهيل على خيل المركز الثالث، وعد والوعد كالرعد دائما. سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي الذي قدم لنا اسمه في الشوط الماضي في الجعدان مهجنات الاصايل، قدم لنا نجده وحاز على الناموس. نقلتنا الى المركز الرابع. القادمه هناك ايضا والواصله شنذاره، هنا من تتقدم في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل. هنا ايضا شنذاره، ويقدم لنا شنذاره هنا ايضا في هذا الانطلاق حمد بن سالم بن كلثم على خيلي من يتقدم هنا ايضا. اعزائي المشاهدين، حمد او هناك احمد بن سالم بن سلطان بن كلثم على خيلي. اشكرك يا ابو شاب هنا ايضا على ايضا تقديم شنذاره هنا ايضا اعزائي المشاهدين، وكان حديثا في يوم الامس مع هناك ايضا احمد بن سالم بن سلطان بن كلثم الخيلي عن شنذاره هناك ايضا وسلاله شنذاره. بينما هناك ايضا وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من وزن منصور بن حمد بن علي المنصوري، وايضا قدوم ووصول من الشميميه لسيد احمد بن محمد بن يروان المنصوري، وهناك هملوله علي بن الصغير بن علي بن يزرب العامري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتيجتنا في هذا الشوط وفي هذا
المسار الجميل، نتيجتنا في هذه التحديات الجميلة. وينك يا راعي مياس؟ وينك يا راعي مياس؟ هنا أيضا على البداية على الصدارة الأولى مع المركز الأول، يقدم لنا نوعيات، يقدم لنا أسماء مميزة هنا في عالم سباقات الهجن هنا في الشوط هذا أيضا وتحديات هذا الشوط هنا مع المركز الأول في هذه اللحظات مع الساعية الساعية الساعية، وهي ساعية في بر الناموس، ساعية للناموس، ساعية لتحقيق نقطة جميلة ومميزة ومميزة تنضاف إلى رصيدها على المركز الأول. ثانيا وعد سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي المركز الثالث، وصول وتقدم من امواج سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، ولكن اشوف الاسم الذي تدخل في هذه اللحظات وفي هذا المسار، حيث تدخل هذا الاسم الجميل وزن منصور بن حامد العلي المنصوري، وهناك ايضا شنداره احمد بن سالم بن سلطان بن كلثم الخيلي، وهنا القادمه هملوله دشت معاهن واسمها هملوله من تتقدم بشعار علي بن يزرب بن علي بن يزرب العامري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتيجتنا في هذا الشوط وفي هذا المسار وفي هذا ايضا الانطلاقات الجميله هنا ايضا في شوط المحليات. شوط المحليات لمن؟ شوط المحليات حاير وطاير يا اهل الشعارات، يا اهل الشعارات، من عنده محليه طيب الخاطر، من عنده محليه طيب الخاطر ويروح في المهرجانات القادمه، يروح هناك ايضا مرواح الرب راضي عليه على قول ريال، هنا ايضا في ايضا اشواط المحليات الاصايل على المقدمه. الله صدارة هذا الشوط. أشكرك يا راعي الساعية، يا راعي الساعية، يا راعي الساعية هنا على المقدمة مع المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. علي عبيد بن علي بن سعدان المنصوري يقدم لنا الساعي، بينما المركز الثاني وعد وصلت سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي، ولكن أشوف أمواج سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي من يتقدم، ولكن القادمة الواصلة هناك شندارة، وصلت شندارة للمرة الثانية، عادت بشعار أحمد بن سالم بن سلطان بن كلثم الخيلي، يقدم لنا شندارة وسلالة محلية 100%، سلالة محلية 100% هنا لهذا الانطلاق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحدي إثارة جميلة هنا في هذا الشوط بقيادة الساعية، ما بين الساعية ووعد وشندارة، الساعية ووعد وشندارة في موقع واحد، في مسار واحد، في تحدي جميل ومميز هنا، ولكن الساعية وأيضا بن مهنا راح مع وعد، راح مع وعد، مع وعد على المقدمة الأولى مع صدارة هذا الشوط. هذه وعد من تتقدم على المركز الأول، الساعي عادت، ولكن وعد خلاص وعد سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي للمرة الثانية على التوالي، للمرة الثانية على التوالي. تهانينا يا ابو مهنا على فوز نجد وفوز وعد، تهانينا لحظات الوصول الى خط النهائي. ثانيا هناك السعية، هنا ايضا وصلت عبيد بن علي بن سعدان المنصوري، والمركز الثالث هناك موج سهيل بن سالم سهيل الخيلي، رابعا شنذار احمد بن سالم سلطان بن كلثم على خيلي. توقيتنا الزمني المرافق في هذا الانطلاق وفي هذا المسار 8 دقائق 15 ثانية، وفعلنا تماما وكمان.